زي ما قال الشيخ اللي يفكر في المستقبل وفي الرزق وفي الحياة وفي كذا، الشيطان يدخل ذا المداخل صح. ويضيق هذه الأمور الواسعة، يحبط الناس، يحبط الناس. يا جماعة الله جعل هذا السر، السر هذا في كل بشر خلقه الله. ما هو السر هذا؟ هذا أطعمك الله ورزقك وسقاك من هذا السر وأنت في بطن أمك ومعك يدين وفم، ومع ذلك أطعمك من هذا السر وأنت في بطن أمك. أتخلى عنك في هذه الدنيا التي بسط فيها الرزق وبسط فيها العطاء حتى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا جماعة يقول أعرابي من البادية ما قرأ القرآن ولا عرف السنة، مسكين ما وصل عنده هذا النور، فلما سمع هذا القارئ يقول وفي السماء رزقكم ما توعدون قال أسألكم، يبغى يفتك من هذه الأزمة ومن هذا الهم، يبغى يرتاح، قال أسألكم بالله من اللي قال، يبغى يدري الخبر ذي من فين. قالوا الله، قال الله قالها، قالوا والله الله، قال أخبروني ماذا قال ربي بعدها. ليش قال الله؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال آمنت بالله حتى قيل أغمي عليه. قال الله وعدهم ما صدقوا، وأقسم لهم الله عز وجل وما صدقوا. الله أكبر، سبحان الله. يا أخي الله يعني جعل لك في بطن أمك، جعل وجهك بظهر أمك، علت لا تذيك رائحة الطعام، وعلمك القيام والقعود في بطن أمك، جعل لك متكأ على يمينك الكبد وعن يسارك الطحال، وأطعمك من هذا السر حتى خرجت من بطن أمك. وأول ما تخرج من بطن أمك عند الدنيا ذولا ما في لشغل، يقطع رزقك، والرزق هو السر، يقطع هذا الرزق فيبدلك الله بطريقتين. اللبن هذا لبن الأم بارد في الحر وحار في البرد، وفيه جميع مكونات الحياة، والله لجمع أبقار الدنيا وحليب الدنيا ما يصلون عشر أعشار هذا اللبن الذي ساقه لنا، الذي تربينا عليه وتغذينا عليه وترعرعنا عليه حتى قوينا، لكنها ما طول المدة، سنتين ويقطعون الحليب هذا يقطع، الثليل هذا يقطع، فيبدلك الله بأربع: الحبوب واللحوم والخضار والحبوب والألبان والماء، كل واشرب. وإذا جاء الموت وقطع عليك هذه الطريقة يبدلك الله بثمان طرق وهي أبواب الجنة الثمانية. قال عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلوا. إذن يا أخوة أنا أشكر الشيخ، والله ما كان على بالي الموضوع ذي، ولكن والله موضوع يهم المجتمع يا أخوان ويا أخواتي. وأنا ما أدري من كاميرا إلا الآن هذه معك. أيها الأخوة، أيها الأخوات، أيها الأمة، والله إن الرزق بيد الله، والسعة بيد الله، والفضل بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله، والله إن الله عز وجل كريم وسخي. وحتى الطير هذا ذكرني الشيخ أبو عبد الله، حتى الطير هذا إيمانه وقوته واستطاعته أكبر منه. قال ولو مثل، قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قد شفت مطعم ما أكثرها في الرياض، مطعم خاص بالطيور والحمام ما في الطير دي يخرج على الله وبالله وإلى الله خماصا وتعود بطالا وتروع بطالا شابعة. إنعب، قال ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك يقول الإمام الشيخ الموحدين وإمام التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا الشيخ كان كريم سخي إبراهيم عليه السلام، ما في إلا عجل سمين وعجل حنيذ، وما يقول للضيوف قوم يقربها عندهم. يقولون فكان يعني من خدمته للمجتمع، الناس في قحط وفي حاجة، كان الذي يجيه الضيف يجيب عند إبراهيم، عند إبراهيم ضيفة. فأتوا برجل مرة فأحضر له الطعام، قال قل بسم الله، قال ما أعرف. مسكين ذاك ما يعرف لا إله الله. نسأل الله أن يهدي لنا ويهدينا ويثبتنا ويهدي الناس لهذا الدين ولهذا الخير. قال قل بسم الله، قال والله لا أستطيع، ما يعرف. قال ما الليل والله ما تتعشى الليل، يقول ما في. فقالوا الله أوحى إليه أو قال يا إبراهيم رجل ضافك ذات ليلة فمنعته من العشاء، فمع العلم أني منذ 60 سنة أطعمه وأرزقه وأعطيه وهو لا يعرف الله، فكيف من يعرف الله؟ والله الله أكبر. يقول فتبعه وقال تعال كل عشاك وكل ما شئت. أي نعم. فيا أخوان الله عز وجل يرزق هؤلاء الكفار والأعداء وأنت تسجد الملحدين يرزقهم الملحدين وأنت مؤمن بالأين الإيمان؟ أجل أين الإيمان؟ يقولون إن جماعة ركبوا في بحر في مركب، فتفكك به المركب هذا، وسلم منهم واحد على خشبة من المركب فنجا في جزيرة، فدخلوا كلهم نجوا بيوم افتك المركب، قالوا ندخل جزيرة نشد المركب حتى يستمر السفر. فدخلوا ذاك الجزيرة فوجدوا رجل عابد هناك يعني حاله في ذلك الجزيرة، يأكل من ثمار ويشرب من الماء. فقالوا يا أخي تعرف الدين؟ قال لا والله. قالوا له الآيات والأحاديث؟ قال آمنت بالله. فبقوا معه أيام يعلمون الدين،
فلما أرادوا يودعونه قالوا نعطيه قطة زي ما يجم... ونعطيه فزعة ونعطيه ما استطاعتنا. فجمعوا قالوا وشو هذا؟ قال قالوا أنت خوينا في الدين وهذه مساعدة لك وإحنا مودعينك وراحلين عن بلدتك هذا وعندنا على سفرنا. قال أنتم مسلمين؟ قالوا إيه والله. قال لا والله ما أنتم مسلمين، والله إني في هذا الجزيرة ما نقص علي شيء وأنا ما أعرف الله. أعرف الله وينقص عليه شيء؟ الله أكبر. يقول أعرف الله. الله لا يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. الياس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن كافي الله إذا بليت فذق بالله وارض به فإن الذي يذهب البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. سبحانه. يا أخي ما دام عندك نور الإسلام نور الرسالة هذا نور والله لا ينطفي، نور لك في الدنيا ونور لك في القبر ونور لك يوم القيامة ونور على نور إلى جنات النور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك قال عز فمن يريد قال سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره السلام. يعني أبو طالب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أدرك من أعمامه أربعة، فاثنين أسلموا فكان واحد في الإسلام أسبق وأفضل من الآخر والثانين ما أسلم وكان واحد أشد أذم من الآخر. الذي أسلم حمزة رضي الله عنه والعباس، فكان أسبق حمزة من العباس وكلاهم خير. والذي ما أسلم أبو طالب نعم وأبو لهب نعم. أي نعم. فهؤلاء فكان أبو لهب أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب كان أنفع للنبي صلى الله عليه وسلم، حصر معه في الشعب وكفله بعد وفاة جده عبد المطلب وكان معه عليه الصلاة والسلام وكان يناضل ويدافع عن الدعوة والرسالة. حتى نستطيع أن نقول أبو طالب مشكور على خدمة الإسلام لكن مأزور في النار والعياذ بالله، ما دخل هذا النور قلبه. وفي سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم يا أخي تصور هذه الكلمة تخرج من قلبك لعمك ولمن دافع عنك وناضل عنك في وجه الكفر والكافرين وعدادين، يقول يا عمي يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله. قل لا الله كان جلساء السوء قالوا أتموت على غير ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب الشرك والعياذ بالله. الشاهد هنا أن آل عبد المطلب كلهم دخلوا في الإسلام رجالا ونساء إلا أبو طالب. هذا النور ما هو إلا من عند الله يا أخوان، هذا النور من نور الرسالة. والله يا أخوان المفترض إن نشكر الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة ولاة أمورنا الذين يعني ثبتوا هذه العقيدة ودعموها بالجامعات والمدارس وربونا على التوحيد وعلى هذا. فلذلك يا أخوان لا تحمل هم المستقبل، يا أخي رزقك عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه الأجل. والله يقعد يدور وراك. هل سمعتم إنسان نسيه الموت؟ والله ما ينساه، كل نفس ذائقة الموت. هالرزق يدور وراك، وينك يا علي وينك يا أبو سليمة وينك يا حسن وينك يا فلان وينك، يدور وراك هذا الرزق. اي نعم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من لا تقول لي إيه من القصص الشيخ طرهم تقول حسن. الرزق قد رواها الشيخ سعيد المستر الله يصبح بالخير. آمين. الله يجزاه. يقول كان فيها الا ظني انها سعيد المستر يا اخي اللي رواها بليغة سعيد المسفر ما شاء الله. لا اني ما ادري يا اخي، خلني اتاكد منها، ما ودي اروي قصه لان كان اعرف منها اروها الحين، لكن يعني طرها الارزاق يا شيخ. انا اقول بتاكد بس منها عشان ما يزعل علي الشيخ سعيد. انا اقول يا شيخ الله جل وعلا اللي يملك خزائن السماوات والارض ما كان يقدر يرزقنا كلنا ويخلينا كلنا تجار؟ ما كان يقدر يرزقنا كلنا ويخلينا نتقلب في ذهب ولؤلؤ ومجوهرات؟ ولكن لحكمة يراها سبحانه. سبحان. يعلم أن مبارك يمكن ما يصلح إلا الفقر، ويعلم أن أبو تخيل ما يصلح إلا الغنى، ويعلم أن أبو سليمان ما يصلح له إلا حالة متوسط، ويعلم أن أبو عبد الرحمن ويمكن هذاك يعطيه لكي يبتليه، وهذاك يعطيه لأنه يحبه، وهذاك يعطيه لكي يمهله، وهذاك عندنا شاب من الشيبان في الديرة خابر الله يصبح بالخير، لما قلطنا في مكان زين ولا على صينية مليانة من الأطعام وش يقول؟ يقول قولوا يا الله، وقول يا الله إن الله لا يجعلها استدراج. يمكن حتى الأرزاق هذه استدراج يا إخواني. والله العظيم ترى سبحان الله، أنا قلت أول تمس حتى في عندي في 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 حسابي، قلت يا إخواني لا تنظرون إلى الكتاب من غلافه فقط، انظروا للمضمون. ترى بعض الناس الآن ينظر بعض الأشخاص يعرف إن هذا رجل أعمال تاجر، يعلم إن الله أعطاه المال، لكن هل تعلم ماذا أخذ الله منه؟ الله أكبر.
يمكن أخذ منها الطمأنينة، يمكن أخذ منها صلاة الفجر اللي هي عندك هذه، هذه ترى ذروة صلاة الفجر اللي تقوم لها أنت وما يقوم لها، يمكن أخذ منها الراحة، يمكن أخذ منها السعادة، يمكن أخذ منها الذرية، يمكن أخذ منها صلاح الزوجة، يمكن أخذ منها التوفيق تلقى ما موفق في درب الخير، يمكن يا أخواني ترى الله سبحانه وتعالى أول الأرزاق على ما قال الشيخ حسن الله أن يفتح عليه ويكتب أجره، أول رزق عندنا، أول رزق رزقنا الله به هو نور الإيمان وتعرف الله الله وإنك تعرف إنك عبد، إنك عبد لله، والمسأل الله بالربوبية أجابه بالألوهية، من قال يا رب قال لبيك يا سلام. أي نعم الله يفتح عليك يا شيخ. طيب يا شيخ واحد بيقول الحين أنتوا الشيخ حسن ما قصرتوا، أنتوا الشيخ حسن ما قصرتوا وعلمتونا وحنا الآن متوكلين على الله. أحسنت. ونحن سمعنا الحديث القدسي لرب العزة والجلال يقول أنا عن ظن عبدي بي. نعم. ونحن نحسن الظن بربنا. أحسنت. ما خلقنا لك يعذبنا ولا خلقنا لا بيرزقنا ولا خلقنا إلا اكتفل برزقنا حنا والدواب والهوايش وحتى السباع اللي في الفلا. الله أكبر. ها لكن يقولون ودنا تساعدونا يا شيخ حسن. أحسنت. يعني أعطونا أسباب نفعلها نتسبب، لأن لأنها لأن الذهب ما السماء ما تمطر ذهب علينا ولا تمطر، لكن أعطونا أسباب لجل ربنا أن تعرض النفحات الكريم ربه يجينا رزق. هل فيها أسباب تعين المؤمن على الحصول على الرزق؟ هل فيها أسباب تعين المسلم أن الله يفتح لها الأبواب المغلقة؟ هل فيها أسباب مثل الجسور اللي نطلع عليها حتى توصل البر الأمان ولا ما في؟ الله أكبر. بل بالعكس أحسنت يا أبو عبد الله والحاضرين، بل الأسباب يعني هذا الدين جعل السبب والعمل مطلوب. هذا أول، نعم. أول السبب البذل. أي نعم السبب. فأول سبب أنكم أيها الضعفاء أيها الفقراء أنتم رزقنا، أنتم بركتنا، أنتم عوننا. يقول صلى الله عليه وسلم أبغوني ضعفاؤكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم في الصحيحين، ألا أخبركم بأهل الجنة، أهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. لو أقسم على الله لأبره. بل والله بعض السلف يا جماعة يفرح زي ما قال الشيخ فعلا إن الغنى النفس تجزع أن تكون غنية والفقر خير من قنا يطقيها. يا الله كلا إن الإنسان ليطغى. بل أذكرني بأحد التجار تاجر يقول عنده خير عظيم وعنده مزرعة وعنده قصر في هذه المزرعة، وكان عنده عامل ما شاء الله جهيد ونشيط ويرقبه من شرفات قصره أو مزرعته، فكان يأتي بالطعام ما شاء الله يحس الطعام كله كذا يلهس الطعام ذي بسم الله عليه ويقوم يشتغل وكذا. فهذا كيفكر هذا التاجر هذا قال تعال يا أخي الله أعطاك صحة وأعطاك قوة، والله العظيم أنا لا أستطيع أكل كذا ولا وجبة كذا، ممنوع من السكر، ممنوع من الملح، ممنوع من الزيت كذا. الله قال الله. يا أخي خذ مالي كله عطني هذا الصحة. الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أتفضل لكم مثلا. نعم صدق صدق صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. قال عليه السلام من أصبح آمنا في سربه معافى عنده قوت يومه قوت يوم حيزت له الدنيا بحذافيرها، عنده وجبة غدا ولا عشاء بس حق يوم واحد. نعم قال من نعم قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي جمعت له الدنيا بأطرافها. الله الله يا أخوان الله كريم. من أسباب يا أخوان الأولى التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ كل إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة. أنت ابذل وأصبح وقل يا رزاق يا علي. أول شيء التوكل على الله. التوكل على الله. ولذلك قال واقسم له، والتوكل يلزم اليقين وحسن الظن حسن بالله، الظن بالله وبذل الأسباب. إيه نعم قال واقسم لنا كان صلى الله عليه وسلم لا يحضر مجلس إلا دعا في أوله أو أثنائه أو ختامه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. قول آمين. وللسامع الله واقسم لنا من اليقين ما تهون علينا به مصائب. الله يحيي هذا الوجه. هلا هذا عرفته هذا معنا البارح والله. إيه هذا فخر الطيب هذا بشربه بشربه هذا الرجال وبشتكيهم عندك بشرب عزك. قالوا لي 10 وأنا رجال صداق وما أعرف زحمة الرياض. صريت بعد المغرب وصلت 10 وما دخلنا الا 11:30 سوف احاسبهم لا ناصر ولا هم او ايش تبي. والله الكل عز علي خلاص سمحنا والله يا شيخ حسن يا اخي انا ازعل لك بسرعه. اول سبب عندنا يا شيخ هو التوكل واحسان الظن بالله. السبب الثاني لا خلنا نكمل في التوكل واحسان الظن. انت تفضل. ولذلك التوكل واحسان الظن بالله وبذل السبب لأن يقول واقسم لنا من اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. لازم تقول من اليقين يا أخي. اليقين أن تثق بالذي عند الله أثق من الذي في جيبك، أثق من الذي عندك في شنطتك. أي نعم لوما عند الله خير للأبرار. ويا أخوان ترى الدنيا ليس بالتجارة ولا بالدور ولا بالقصور ولا بالأموال. قارون الآن ندعسها بأقدامنا إلى يوم الدين. نفعه ماله ولا ما نفعه؟
والله ما نفع المال. ولذلك قال فخسفنا به وبداره الأرض، قال وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. أبو تخيل تعال جاي الله يجزاك. ما طيبته أبو تخيل؟ ما عليه بعض. لا لين سوى طيبكم من رياض الجنة. الله يطيبكم من رياض الجنة. من طيب أبو تخيل خلوا يستفيد. لا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد من هنا من هنا والله لا صاحبي طول هو يربع قتل بالله. أوصيكم على خير والله أنا أشوفكم في البرنامج. ألا منعنا منه يا أخي؟ لا لا أنا أتابعكم في البرنامج. تضغطون ما يعني أبو سليمان ما يقصر يتجاوز معه. أنا بنتحداك احنا بنتحداك يا شيخ حسن. حنا بنتحداك تحدي أنا وأخويا ذول أربعة إنك تقعد معنا يوم واحد مع أبو تخيل إن كان قدرت تحمله لنهاية الحلقة. ترى أنا محبوبي أنا يا شيخ ما ضغطت هذا أرجح لي بالعكس يا أخي. أنا المعنوية عالية على يميني على يميني ومغير مستهم والبار عند القحطاني عند الغامدي على يمين القحطاني. أصبر 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 هو بس إنه مستحمنك ولا لا لا إن شاء الله أسأل الله ينزل علينا وعليكم السكينة. اللهم انزل علينا إني مغير كلامك كلامك أبعد الشياطين وثبت على طيب اسلم يا شيخ أحسن أحسن توفيق. فالتوكل يا أخوان وبذل السبب وإحسان الظن بالله تحسن ظنك بالواسع الكريم القني سبحانه وتعالى. يقول يا عبادي في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط من البحر. من ينقص خزائن الله؟ كم مليارات من البشر الآن يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم. قلنا لكم الحياة ليست بالدور ولا بالأموال ولا بالقصور. قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. إيش كان ختمها؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة هي الحياة الطيبة والحياة السكينة والسعادة. الأخ أبو عبد الله الشيخ أبو عبد الله بارك يا إخواني. السعادة ترى ما هي في المال ولا هي في الجاه ولا هي في الأزواج ولا هي في الأموال. تراها في اليقين والتوكل والتوحيد والإسلام والعمل الصالح. ولذلك قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا الشرط فلا إيش نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيش قال عن أعداء الدين اللي جمعوا وحصدوا وفعلوا وقدموا خرقا؟ يقول يوم القيامة قال وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى بس ما عاد تنفعه وأن له فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني معنات شغلته هذه كلها كذاب وكلها عمل سيء والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله إن تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تيقين أو توكل على الله في صحيفتك خير عند الله. والله إن تسجد تقول يا رب. يقول بعض السلف والله إني أدخل البيت ولا أجد ملح الطعام فأخر ساجدا أن يهيئ لي ملح الطعام. ما تسألنا الله الرزق؟ ما تسألنا الله أن يطعمنا أن يرزقنا الحذاء أن يرزقنا الطاقية القترة؟ ما تسأل الله؟ قل الله الله يغضب إن تركت سؤاله وتر ابن آدم حين يسأل يغضب. خزأن الله ملأ إن الله كريم سخي. شف الأيادي علقها بشحمها ولحمها وعظامها وأظفارها وإذا رفعتها إلى الله يستحي أن يردها صفر. يقول بعض السلف ضاق قلبي أسأل الله يوسع كل قلب ويشرح كل صدر ويهدي كل ضال ويطل كل عثرة ويجعلها ساعة مباركة علينا وعليكم وعلى الحاضرين وعلى المسلمين مطردة للداء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والحسد والعين والضغط والسكر والبلاء عن أبداننا وبلداننا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. هذا بعض السلف يقول ضاق قلبي ولم أجد لأبواب الخير مدخلا. يقول قفلت صدق. والذي قال فهمت وسئمت وعمت. يقول أنا أمشي على وجهي كذا ما أدري أين أتجه. قال فبينما أنا بين البيوت فإذا بدار يفتح بابه الباب يفتتح فجأة. قال فإذا بامرأة تلقي بابنها من الباب دف ابنها وتقفل الباب في ظهره. قال فيأخذ الولد خطوات اليمين وخطوات اليسار. قال فإذا بها فجأة تفتح الباب وتضمه وتقول يا ولد أنت ولدي ولكن أغضبتني وأزعلتني. فالرجال هذا يشهد الموقف قال لا إله الله الذي هو أرحم بالأم من ولدها. نعم ولذا قال لا إله الله. يا أخي إذا ضاقت ففر إلى الله. إذا بالعكس يا أخوان إن الترف والزيادة والإسراف والغرور والاغترار بهذه الدار والعياذ بالله ترى ربما زيق ربما عذاب النار ربما استدراج. كل الترف في القرآن قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم يحمون وبارد لا بارد ولا إنهم كانوا قبل ذلك
مترفين إذا. وأما الفقر والمسقبة والحاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. اللي يختار لك الله فكن مع الله. إيه نعم. من اختار لك الفقر فاصبر وارضى فوالله إن جزاءك الجنة. وإن اختار لك الغنى والسعة فاشكر اشكر لازم. إيه وانفق وانفق واعطي وابذل والله الجنة. ولذلك عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك لا يكون للمؤمن فقط. وفي حديث آخر الله يفتح على أبو عبد الله وفتح علينا وعليكم. والله يا إخوان المجالس فتح من الله. أسأل الله الذي فتح للنبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح عليه القارات وفتح عليه الدنيا وفتح قلوب الأمة قلوب الأمة والمسلمين في كل مكان أن يفتح علينا وعليكم. آمين. أن يفتح علينا وعليكم فتحا مبينا ويفتح لنا قلوبنا ويفتح لنا الأرزاق ويسهل لنا الأمور يصلح ولاة أمورنا وعلماءنا ودعاتنا ويصلح الأمة في كل مكان. اللهم انصر كل مكروب واغث كل مظلوم واشفي كل مريض وعافي كل مبتلى وعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. فأقول لنفسي ولكم يعني ما عند الله خير وسعة الله واسعة سبحانه وتعالى والله كريم. إذن فتوكل عليه. يقول عليه السلام يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي عبدي خيرا فله وإن ظن بعبدي شرا فلا. الذي ظن بالله أنه كريم وغني وواسع. يا أخي أنت قال واحد طرق سبعة أبواب ووجد واحد في الشارع معرق، قال يا أخي دقيت على فلان ما سلفني ودقيت على فلان ما سلفني وفي الشمس يمشي في الظهيرة في منطقة ما وكذا، قال يا أخي طرقت باب الله. يا أخي الله كريم. الله يا أخوان الله يا أخي أن الله عكس الدعاء. إذا الكريم قال والله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. يغضب أحب العباد الله الذي يسأله الذي يلح عليه. يا أخوان الدعاء عبادة. الدعاء يقول في مسند الإمام ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه لحد ثلاث: أن يستجيب دعاه كاش يعطيه، أو أن يصرف عنه من البلاء بمثلها، أو يدخرها الله له إلى يوم القيامة. قالوا إذا نقتل قال فالله أكثر. إذن فكن مع الله. قلنا أيادي علقها الله بشحمها ولحمها وعظامها، وإذا رفعتها إلى الله يستحي الله أن يردها صفرا. من الذي يأسنا من الدعاء؟ من الذي يسد علينا أبواب الرزق وأبواب البركة؟ إنه عدو الشيطان. قل لو اخسى من اليوم، قل اخسى يا عدو الله. الشيطان قال إيش؟ قال يا رب يا رب. قال إيه نعم. فقال ربي انظرني إلى يوم يبعثوا. فاستجاب الله دعاه. عدو الله ملعونا رجيما حسودا حقودا طريدا بعيدا يائسا يئوسا قانطا من رحمة الله في النار، ومع ذلك قال رب انظرني لما يبعثوا. والشيطان دائما يقول إني أخاف الله، حتى يقول فرعون لأنه جند من جنود الشيطان زاد على من شياطين الإنس يزيدون على الشيطان، قال فرعون أنا ربكم على. قال الشيطان أوه يا فرعون، انصدم الشيطان من فرعون. قال يا فرعون، الشيطان يقول إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أخاف الله رب العالمين. أوه يا فرعون الله يقلعك يا فرعون. جاب الأصلية حق تديها. أوه يا فرعون. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى. يا أخي انصدم الشيطان وقال يا أوه يا مرزوق. أوه يا فرعون يعني جنبت بالشيطان يلعب. فلذلك الشيطان يئسنا من الدعاء. حتى المشركين أتباعوا استجاب الله دعاءهم، قال فإذا ركبوا في البحر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شوف سبحان الله كانوا يدعون فاستجاب لهم معناته مجاهم. فأنت مؤمن ومصلي وراقب وساجد يا أخوان ادعوا اسألوا الله الرزق، فوالله إن الدعاء عبادة. وتوكل على الله وأيقن بالله وثق بالله. ولذلك احسن ظنك بالله الواسع الماجد الكريم العظيم الذي خزائنه ملأ. وفي في في مسند الإمام أحمد يقول الله عز وجل ما من يوم يمر إلا والبحر يستأذن أن يغرق ابن آدم. كل يوم البحر يقول يا رب مرني أن أغرق ابن آدم، أكل رزقك وعبد غيره. وما من يوم يمر إلا والأرض تقول يا رب مرني أن أخسف بابن آدم، أكل رزقك وعبد غيرك إلى غير هؤلاء الأعداء. الله يدافع عنا. الأرض كل يوم تريد تخسف بنا، ومن يمسك السماء أن تقع على الأرض، والبحر كل يوم يستعن الله يغرق ابن آدم. فيقول الله يدافع عنه يقول إن كان العبد لكم فهو لكم، أغرق يا بحر واخسف يا أرض. أي نعم. وإن كان العبد عبدي فاتركوني وشأني وشأنه. الله أكبر. أنا والجن والإنس في نبأ عظيم. نعم. وإذا كان العبد عبدي فاتركوني وشأني وشأنه وعزتي وجلالي. يقول يقسم الله على الأرض والجبال والجمادات وعزتي وجلالي. إن أتاني عبدي ليلا قبلته، وإن أتاني عبدي نهارا قبلته. أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري،
أرزق ويشكر سواي، خير العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبقضون إلي بالمعاصي وهم أشد حاجة إلي. إلى أن قال: عبادي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. عبادي اسمع: أبتليهم بالعظائم لأغفر لهم، فمن أراد منهم مرادي أردت ما يريد، ومن ترك من أجلي شيء رزقته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. الله أكبر. الله الله أكبر. توكل على الله، اصدق مع الله، الله أكبر. ابشر وما عند الله خير الأبرار. وذكرني في فعلا أسباب جالبة للرزق وأسباب مانعة للرزق أو مؤخرة للرزق أو منقصة للرزق أو ماحقة لبركة هذا الرزق. إيه نعم فعلا. فأيضا أيضا من 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 أسباب الرزق التوكل، التقوى، التقوى يا اخوان. ولذلك طاعة الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه، هذه معناها. اي نعم، التوبة ان يطاع فلا يعصى، وان يشكر فلا يكفر، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. التوبة ان تجعل بينك وبين غضب الله ولعنته وسخطه وقاية بفعل الاوامر، ان تقول صادق من قلب صادق: لبيك اللهم لبيك فعلا للاوامر، لبيك اللهم لبيك تركا للنواهي. يقول ابن عثيمين: شوفوا نحن الآن ترون في عبادة والمشاهدون في عبادة، رحم الله علماءنا والحاضرين والسامعين. يقول ابن عثيمين: الفطناء المؤمنون العاقلون يجعلون العادات عبادات. يا سلام يا شيخ. المتقون يجعلون العادات عبادات، والغافلون يجعلون العبادات عادات. نسأل الله السلام. بالعكس يعكسونها. الأصل وأنت الأصل الفرائض وتجعلها عادة، ولا يصلي أقواما عادة وليس عبادة، نسأل الله السلام. فكيف من الجزئيات في حياتي؟ أين الإخلاص؟ أين اليقين بالله؟ ولذلك الله عز وجل يقول عن المخلصين في كتاب عز وجل: وما أمر لعبد الله مخلصين له الدين. ويقول عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يقيض الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أعداء الدين والله يا أخوان ينفقون أموالهم، مو بجزء منها، ليصدون على التوكل واليقين والإسلام والإيمان، ويصدون الأمة على الكتاب والسنة. حتى قال: ولا يطؤون موطئا يقيض الكفار. والله ما تخطو خطوة في رزق أو بركة إلا أعلاك الله بها قدرا وأجرا وفضلا وحسنات في موازين حسناته. ولذلك قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها. اسمع الله يرد عليهم، قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والسبب قال: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فكن مع الله. التقوى، التقوى. ولذلك قال: من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان، ومن استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه ركن خانتك أركانه. سبحان من التقوى لباس، ولباس التقوى ذلك خير. اي نعم، فهي احسن لباس. قال: ومن يتق الله يجعل له ايش؟ مخرجا. مخرجا، مخرج ايش؟ من شدائد الدنيا والاخره، ويرزقه من ضوائق الدنيا والاخره، ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. ولذلك ذكرني الشيخ بحديث يقول عليه السلام: خصلتين كان قد فاتني الشيطان لا يسوع علينا. الله لا يرده بس الله رجعه ولا لا. يقول: احفظوا هذا الحديث. والله يا اخوان السامعون والسامعات، ان هذا الحديث يهون عليكم. السلام يعني قرب، باقي من دعاء. السلام بشارة رمضان. السلام باقي معنا الوقت، بس نبغى نعطي الاخوان معنا يسولفون معنا. ايش بقى يا شيخ حسن؟ لا ما نعطيه، بس تجيب الحديث. حتى وانا والله يعني استغربت اليوم خاشعين، ما هم يشاركون. ان انا ما غير عشانك ضيف، اعطيناك ساعه. اجل اما الساعه الثانيه بناخذها منك. اجل نزل مكريك ما عليك. لا هذا الحديث، هذا الحديث. يقول عليه الصلاه والسلام: خصلتان. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر يقول خصلتان من كانت فيه، احفظوا الحديث، خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا. يا سلام. ومن لم تكون فيه هذه الخصلتين لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. أعوذ بالله. إيش هي؟ اختبروا أنفسكم. أي نعم، خصلتان من كانت فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله صابرا شاكرا. من نظر في الدين إلى من هو أعلى منه فاقتدى به، فاقتدى به، ونظر في الدنيا إلى من هو أدنى منه أقل منه فشكر نعم الله، الله كتبه الله صابرا شكرا. الحمد لله. ومن عكسها خربت الدنيا والآخرة. الحمد لله. أشهد بالله. ولذلك قال ومن نظر في الدنيا إلى من هو أعلى منه، أو فلان معه آخر مدين، فلان معه قصر، فلان متزوج ثلاث وهو واحدة، ما نظر المعزاب اللي باقي ما قال نزل بكريك. ولذلك قال ومن نظر في الدنيا إلى من هو أعلى منه، وفي الدين إلى من هو أدنى منه، وفي الدنيا إلى من هو أعلى منه، فازدرع نعم الله عليه. يعني أنت معك سيارة تمشيك، أي نعم، انظر إلى ما معه سيارة. أنت متزوج واحدة، انظر لي اللي عزابي، ما تقول أبو ثنتين ونون هناك وأبو ثنتين ونون عالم ثلاث، لا. فهذا الحديث واضح يا أخوان، واضح السامعين، خصلتان من كانت فيه كتبه الله صابرا شاكرا، من نظر في الدين إلى من هو أعلى منه فاقتدى به، وإلى في الدنيا إلى من هو أدنى منه فشكر نعم الله عليه وما ازدرعها، ومن عكسها فنظر في الدنيا إلى من هو أعلى منه فازدرع نعم الله عليه، وفي الدين من هو أدنى منه فلم يقتدي به لم يكتبه الله صابر ولا شاكر. أجل خلوا نخلي نفس هنا. الله يكتب أجرك يا شيخ حسن. عندي مشاكل. لا دقيقة دقيقة أبو صالح لو سمحت، دقيقة نظموا معنا شوية، اركضوا علينا شوي. أبي نريح يا شيخ. دقيقة دقيقة صلوا على نبيكم، قولوا لا إله إلا الله. يا شوي أبغاك تعطيني قصة حجر في الذويب، لأنها على نفس السيستم هذا حق الرزق، وأنا أحب القصة هذه. السلام. الله يوسع عليك. اسفني قد حرق. عطى الشيخ. لا الشيخ. رجال. رجال كريم. السلام. ورجال اعتبروه جماعته إنه مسرف في الكرم. يقول لنا ساعه خلاص. فيقدم كل ما يملكه يقدمه، هذا الواجب اللي على الإنسان اللي الله أعطاه هالميزة. ف. قالوا ربعه وجماعته هالرجل هذا لابد نعطيه درس. يا سلام. كل ما يحتاج ويجينا نعطيه، وإذا أعطيناه شيء قضاه بسكينة. الله يوسع عليك ترجع. أفتيك. فخططوا. خلونا على المراح. خططوا قالوا لا عنده راحلتني شد عليها ولا عنده شيء. إلا شدينا نخليه يبقى أيام لعله يعتبر وبعدين نرجع ونعم. يبونه بس يعرف أنه إذا ما تمسك في شيء من حلاله يبي يحسسونه. فشدوا وخلوه، ويوم وجلس هاك اليوم وهو مقيم ضايقت بهالوسيعة، لا ينقل بيته ولا دابة من الجمال ولا شيء يشيل عليها ولا شيء نقد. فراح ورقب من ضيقة الصدر في هاك المرتفع، جالس يتفكر في 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 خلق الله. الله أكبر. وفي في الكون. وترى صدقي، وأنا كنت على بالي قبل شوي الكلام هذا، التغيرات عن الروتين اللي الإنسان عليه تفرق في حياة الإنسان. الله أكبر. تفرق التغييرات. أنا بجيب لكم موقف بطلعكم معي شوي. الله يا جماعة وقع علينا وأقوله وأتمنى أنها تكرر مثل اللي وجدته. سبحان اللي هذه قدرته. سبحان الله. إحنا رايحين للبر، الحواتن غائمة شروأكم، أهل دي وأهل طاعة، وامرحنا ومصبح صلى الفجر في وقت صلاة الفجر، وشبوا نارهم تقاهم وافطرنا، وارضنا اللي حنا فيها نفود، وحنا نتفرق اللي يمشي واللي أثر كلنا في خاطره مناجاة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. وتفرق واللي راح يمين وراح يسارون، والنفود فيها منخفضات لا نزل رجال فيها ما تشوف إلا إذا كنت طلعت ألم. وأنا عدي وأنا أطلع، ويوم طلعت ولهذا يصلي هنا، الله ولهذا يصلي هنا الضحى يا منظر، ولهذا يصلي هنا. يا سلام. نزلت وراء وصليت، صليت ركعتين الضحى، الدلع على الخير كفاءة. تمام. في جو
إيماني بري أجواء زينة نفوذ خلوة. جلست ورفعت يديني لله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو، حسيت بشد راح ألم بالرب. الله الله العظيم إني حسيت إني ملكت كل شيء في حياتي. الغنى غنى الله، غنى النفس، سبحان اللي هذه قدرته. والله إني أتمنى إني أجد هكل لذة. الله أكبر، شوف العوض، شوف ها خير من أموال الدنيا. والله العظيم حسيت إن الله سبحانه وتعالى معي. سلام. ماني بحاجة خلق الله ولا حاجة. والله إني حسيت إن الله من الله معي وسبحانه لا إله إلا هو. فالأحيان التفكر في هذا الموقف والتغير. فالرجل هذا يوم انهرقب وقاعد يتفكر من العجائب اللي شافها، شاف لعودا بارزا من بدأ هالعيدة شاهي، ولا طال عمرك الطير يوم وقع عليها، ولا والله يوم اختفى جاء الطير على عود واختفى. الله أكبر. شاف العود يتحرك وراح له، ويوم جاء وله داب نعمة، داب كبير متفطر تنبر عظمة عمى. سبحان الله لا إله إلا الله. ويمد بس رقبته مع الشجر هذا يبين بالعذر، يحسب الطير أنه عود، ويحسب الطير عود يبيقع عليه. هذه طريقته سبحان الله. والتهمه قال لي رزق هالعمى هالداب العمى في جحرة يجيه رزقه إلى حده، يبي يضيعني. لا والله أكبر سبحان، يبي يضيعني. لا والله. نزل وراح ضيقة الصدر اللي كانت في خاطره، يعني جالس الرجال الناس رايحين، هو جالس من قلة الحيلة ومن قلة ذوي الوجر، رجع ضمه كل بيته شب نار سوى قهوته وامسى. يوم جاء نص الليل ولا الحنين ولا قطيع البن اللي الذلول فيهن القربة حقتها يابسة راعيها ميت من طلقة من مسافة بعيدة. الله أكبر. يابسة القربة، قربة هذا يابسة مبطية إيه. لها 5 أيام 6 أيام أسبوع لا تملها طال عمرك قطيع كامل طال عمرك، هو ينوخ طال عمرك منها، هو يصفط البيت، هو يشيل أغراضه، هو يلحق على وجهة ربعه. ويوم من وصل حراويهم حرو منزلهم بيعرف أعرف منازل بينزلون فيها، وينزل في طرف ويبني بيته. ويوم من أصبح الصبح وأذن المذن وله شاب النار وله صوت النجر، قال والله أنا صوت النجر حجرف عرفوا مميز مميز أن صوت نجر نجر حرف. يوم جاءت عمره نجر حرف والله هلبل، هو لي والله الخيرات ما هو خوينا هو خلينا على المراه خلينا على المراه. هذه كانت قصص من قصص حجرف الذيبي، هو له قصص كثيره. ترى القصيده القصيده هو قال يوم قصد يوم شافنا هناك في المره الاولى من ضمن القصيده قال يرزقني رزاق الهوايش جحرها، لا خايله برق الناس راح على البرق الله لا خايله برق ولا هي بحايل الله ما هي تحرك ما بتروح رزقي يملا ما يجيني ما يجي غيري، لا رزق غيري يملا ما يجيني، ورزقي يجي له وكل الخلايق تحايله. الله اكبر. رزق غيري يملا ما يجيني اللي ما هو بلي، ورزقي لو كل يبيه راح. يا الله يقول رزق غيري يملا ما يجيني ايه. ورزقي يجي له كل حيني حايله، يرزقني رزق الهوايش بجحورها لا خيالة برقن ولا هي بحايلة. الله يعني هو يخيل البروق وربعه راحوا الناس شفت، ويخيل البروق ويخيل طريق ربعه. والمهم انه يعني استمر بالقصيدة وطويلة سبحان الله. وانت استمر القصة لين يجي المقدم معه. لا لا عندك ابو علي نفدي. لا 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 بصالح عندنا بصالح صالح. بارك الله فيك حقيقة فيه شاي من بعض الطرف. أبغى مشاركة اللي قبل شوية تبغاها. اي نعم أبغاها نعم لكن راح نصها. لا أنا أرجوك إيه. هذا شايب جزاه الله خير العقيدة الكريمة وفيه جهل شوي، وله ولد يقول بار رمبه يقول بر يعني فوق المطلوب، يلبس حذاه ويلبس ملابسه ولا من هذا، راح مثل للمسجد دخل المسجد مثل الفجر ولا حد الوقوت يقول الولد طلع برا. أيه المهم أنه أزعل الشايب، هل ولد بار وكل ما راح يبي يروح للمسجد له جايب وضوه ويتوضى الشايب
ويلبسه مثلا حذاء ويلبس عباته ويقول يبه ترى هذن ويدخل الشايب لمن دخل هالولد يطلع برا خلاص يدفع البلد. يقول المهم ان الرجال انت يا الشايب يقول تعب شوي يقول عقب ما تعب منه قال يا ولدي تعال تعال وش تقول عن فقير النصارى؟ قال والله يا يبه فقير النصارى مصيبه. قال وش تقول؟ علمني علمني ولا علمك؟ قال لا والله علمني يبه. قال لا تصير مثل فقير النصارى حي للفقر وميت للنار. الله هذه مصيبه حي للفقر وميت للنار ترك حال حين تمثل. الله اكبر انت يا ابني بار ومعي للمسجد ولما دخلت طلعت انت ولا ادري يا ولدي وين تروح لكن ترى فقير النصارى حي للفقر وميت للنار وهذه حكمه الحي القيوم. لكن يا ولدي انت بار ولو وراك تعدي لكن يا ولدي بك تدخل معي بالمسجد. سبحان الله. المهم يقول لو والله هاك المسلم يقول بجنبه ولا ادري لو انا قال هو الامام قال هل دعيت لولدك ولا لا؟ قال والله ولدي مزعلني واقول لا صير مثل فقير ان الكفار حي للفقر وميت للنار. قال لا بك تدعو له. شكرا يا حبيبي. تدعو له في ظلام الليل. نعم. السجودك نعم. ومراحك وجيك وابشر بالخير. صدق. يقول هذا الولد قال والله انه يقومني على الذال وانه يلبسني ملابسي ويجيب لي الوضوء وانه يدخل معنا وبالاخير صار امام. يوم انه دعا له ترى الدعوه يا اخواني تراها عظيم عظيم يا اخواني وتعلق دعوات مستجابه دعوات المسلمين خبيضها الغيب. لا اله الا الله. الرجال الشيخ اللي شيخ من صاحب علم نعم ويروحون يسافرون يبون مكه هو ولده ومعه ابن اخي له ثاني وراح على الطريق لو انه مقبل ابو خذ لهم ثلاث ساعات اربع ساعات على الطريق قال ولده وقف حزت عمرك ونزل الشاي وراح يتمشى تمشي ورجع طعمرك كان يقضي حاجته ورجع مشى مره ثانيه ولا اخذ له مثلها هزع. قال الولد الخويه اللي معه ابوي حركاته هذه الولد يدخن الله اكبر ابوه ما يدري عاد قال له الحركات هذه اللي يسويها ابوي كنا عنده خبر ان ندخن ولا ان يدخن كان يعطيني مجال يعطيني مجال إيه؟ ما يقضي حاجته يروح مغري يتمشى شوي يعطينا نص ساعه ويجينا معود وش قال الولد اللي معه والله انا ما ادري وش اللي عنده عمي او قال جدي او قال يوم المره الثالثه جاء ورتب قال ابوي انت مشكك فينا بشيء قال لا ابد قال حد قايل لك عنا شيء ايوه والله يدري الولد اللي يدري احد قايل لك عنا شيء عشان بعد ايه قال مثل ايش قال احد قايل لك عنا ان احد فينا يدخن قال الله اي والله داري انك تدخن قال ابوي تدري اني ادخن قال لي قالوا منك ما نصحتني ولا مسكتني يوم من الايام ولا قلت لي ليه تدخن ولا شيء قال والله يا ولدي اني استعين الله سبحانه وتعالى على هدايتك بترتيله لا تاخر لي اني استعين الله سبحانه وتعالى على هدايتك وعصمتك منه بترتيله لا في اخر الليل واني اناجي الله سبحانه وتعالى اني عصمت منه قال لا اله الا الله والله يا ابوي يلي تدري عني وتناجي الله سبحانه وتعالى اني يهديني واني اعصمني منه هادي الله انه يحرم علي الله غير ما شربته وهذا هو وباذن الله انا ادعى لاستجابته الله وهم مسافرين في الطريق يقول حسن البصري يا ولدي والله اني ازيد في الصلاه علشانك لا اله الا الله ليش؟ لانه يزيد في قيام الليل عشان يصلح الله ولده الله اكبر ولذلك يقول في القران وكان ابوهما صالح حفظ لهم رزق علشان ترى ما هو ابوهم الاول ولا الثاني ولا جدهم ولا جدهم مسابع قالوا فيه خير والله اكبر وحافظ للذريه بعده في اربع ايش اسمه اجدود لا اله الا الله الله يرزقنا والله يا شيخ شوف انا في داب ود خير تفضل انت اكبر من انا ذاك الحال واحد القصه الجليس الطيب اللي مثلكم شرواكم هذا نور عود نجري يقول في رجال له اخو رعى معاصي ولا يصلي ويدخن واخوه يجلس معكم وشرواك لا اله الا الله ويجي له شيخ وربع قال يا رب انا عندي اخونا عاطي ولا يسلمي معي لا اله الا الله وانا تعبت فيه قال واحد شرو ما يسمع خلي يجينا بالروح به ولا تعاتبه على الدخان ولا شيء اول شيء بنعزله من الجليس الردي بنعزله يا سلام يقول ويجيك رحيل كل ما وقفوا المحل قال رئيس الحمله ذا والشيخ او الداعي رجال شرو قال تراني خابرك تدخل روح ورانا الزوج دخن وحده واركب معنا غسل واركب معنا روح يوم جاوا في السير رايحين عمره
أي راح عمره بس يمسون في جنب السينما جاء آخر الليل له روح ورا الحيوان الأخر ولا الرياجي اللي يقرأ قرآن واللي يصلي واللي يبكي واللي يا سلام دل أبو خير يستحقر يستحقر أمره الله لأنه رجال الله ريت الحمد يقول أخذ راحتك لا قدرت تواب وصل معنا ركعة ركعة ركعتين ثلاثة يبيها شوي شوي تدريجية قال المراد ما وعى الشيخ اللي هو جاي وجاسم جنبه والشيخ ذا يتسلي ويتسنن ويبكي ويا يرقب هذين سلم قال يا شيخ أنا تبت على الله لله على يديك وأنا ما أعرف بعض الصلوات ولا أعرف بعض السنة وأنتوا عزلتوني من بيئة فاشلة يدوني على المعاصي وعلى الصاحب ساحب وينطلبه ويجي داية ويجي بخير يقوم أخوه يقوم يحب راس الشيخ توفيق الله يا خير ودي أجوزه ودي أوظفه لكن أنا حتى مالي وجاهي عند الرجل ما ودي أتقدم بي أحسن أسلم سليمان والله يا طويل العمر اولا فالله يبيض وجهك امين يسعدنا والله بجيتك والله انا اللي سعدت والله كل الله يسعد ويسعد كل من تابعه ويسمع الله والله يا اخي سبحان الله ترى الامور يعني مثل ما هو يحصل والمجلس هذا المبارك اللي احنا نجلس فيه هذا من بركه زيارتك لنا الله يحييك ولا يهينك ويبيض وجهك والله انا نراكم نشكر ولا يهونون ربعنا وابشرك انكم امان لنا باذن الله ان شاء الله لولا الشيوخ الركع لولا الشيوخ الركع وان الله لا يهم بها الارض عذابا لولا عمار المساجد واحد من شباب في الدين الله واحد من جماعتنا يا شيخ ولا هون احبابنا اخواننا ولا المتابعين واحد من جماعتنا لعلهم اللي تابعونا يقول طال عمرك تراها ابتلاء يعني واحيانا بعض الناس يفكر فيها البدايه مثلا زي الامور هذه انها تسليه ولا كذا ولكن طال عمرك الله يعصمهم ان شاء الله نعم. كل من يشكي منها لانها ابتلاء نعم الله اكبر يقول وكنت والله طال عمرك يعني زي ما تقول كذا وارسلت الولد يوم من الايام يقول يعني تقول ان كانه صحاني الولد صالح وهذا قال روح جيب لي الحاجه الفلانيه من الدكه وجيب معها قال اما هذه بجيبها اما هذيك اسمح لي ابوي ترى ما بجيبها الله اكبر قال لا اقول زعلت خبره هل ما تجيبها قال والله طال عمرك على عيني وراسي لكن اني اجيب لك يعني خلينا نكون صريحين دخان ترى ما بجيبه والله خطا يعني افرض لو اجاه مات من هذا الحب يقول قد حاولت وطال عمرك وعضوني الوعى وفي بالي يقول اقول لهم من هنا خلاص بتركه والله ما عاد هذا لكن يقول في داخلي كذا اني طال عمرك اني كني اضحك على الناس وان مستحيل اني اتركه لكن جت هذه سبحان الله ترى الموعظه طال عمرك او النصيحه اللي تجي طال عمرك يعني يجي لها قبول عند الله قدام كل شيء فلذلك يا طال عمرك سبحان الله يقول من وقتها طال عمرك الحمد لله وحتى ان الله سبحانه وتعالى الاولاد كلهم بسم الله ما شاء الله كانوا صالحين الله يصلح نورهم واقول يا طويل العمر باسم الاخوان الحاضرين نفداهم لعلهم تكلم ابو علي ودي انه يتكلم لا 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 ولا ابو صالح شرع له يا ضايفان الغالي رفيع الوقار يا ليلى فانا من بعيد الديار يا ليلى فانا من بعيد الديار عرايس المجلس عزيز الجنابة وباقي يا الأعضاء حضور وغيابة لك عندنا قدر وواجب عزيمة تراك نشمي يا كريم السقال تراك كفر يا كريم السقال يستاهل والله نبه يجيب قدرنا الله يرفع قدركم جميعا لا 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 تستاهل التقدير والاحترام تستاهل التقدير والاحترام عيد التصحيح يا ضايفان الونعم عزيز رفيع الوقار يا ليلى فانا من بعيد الديار عرايس المجلس عزيز الجنابة وباقي يا الأعضاء حضور وغيابة
لك عندنا قدر وواجب عزيمة تستاهل التقدير والاحترام تستاهل التقدير والاحترام يا لا 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 تستاهل التقدير والاحترام الله يستاهل والله يستاهل الله يرفع قدركم. بدله ما بها الا خلنا اقول لكم شيء والله العظيم ان كرمكم وتواضعكم وايثاري بالحديث والله العظيم انه خير من الدنيا وما تقدموا وهذا يسد اي نعم ولذلك المجالس هذه لا تنتهي اجرها في الدنيا وفي الاخره بل اذا ادخل اهل الجنه الجنه يذكرهم الله يقولون تذكرت مجلس فلان المجلس كذا غفر الله لنا في ذلك المجلس او رحم الله بذلك المجلس وقبل أن أنسى من حديثك وقصتك قصة الأخ ولا يعني في أربع كلمات أبو بكر احفظوها يقول أبو بكر رضي الله عنه قال أربع من كنا فيه فهو من خيار عباد الله الصالحين أربع اسمع أربع من كنا فيه فهو من خيار عباد الله الصالحين وشاش كلها منفعة للآخرين الفرح بمن تاب أسأل الله يتوب علينا وعليكم اللهم أنزل علينا توبة صالحة اللهم توبة صالحة اللهم توبة على الفور اللهم توبة تغيث بها أرضنا وترحم بها ضعفنا وتحيي بها قلوبنا وتجبر بها كسرنا وتشفي بها مرضانا وتنصر بها دولتنا وتعز بها الإسلام والمسلمين اللهم توبة نصوحة اللهم توبة صادقة يا ذا الجلال والإكرام الفرح بمن تاب يعني خلف بالك إذا سمعت شخص فرح تاب قول اللهم لك الحمد الله الله يقبله الله يتقبله لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يحبه لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا أربع من كنا فيه يقول أبو بكر فهو من خيار العبد الصالحين الأولى إيش الفرح بمن تاب الثانية أن تدعو لمذنب أن يغفر الله له اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين كلنا مذنب كلنا أصحاب جروح غائرة ابن تيمية يقول أنا المكدي ابن المكدي وهكذا أبي وجدي اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها ولجميع المسلمين والسامعين والحاضرين وجميع المسلمين ولاة أمورنا وعلمانا وأمتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وجهلنا في أمرنا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علم به منا أنت المقدم أنت المؤخر على كل شيء قدير الثانية أن تدعو لمذنب الثانية أن يدعو لمذنب أن يغفر الله له الأولى الفرح بمن تاب الثانية أن يدعو لمذنب أن يغفر الله له هذه الثنتين الثالثة أن تدعو لمدين أن يقضي الله دينه اللهم اقض عنا الدين وعن المدينين اللهم اقض عنا الدين وعن المدينين اللهم اقض عنا الدين وعن المدينين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغن المسلمين بحلالك عن حرامك اللهم وسع عليهم في سعادتهم وفي ايمانهم وبارك لهم في دخلهم وصحتهم وعافيتهم ولبلادنا واقتصادنا والمسلمين في كل مكان اذا تدعو لمدين دائما هناك مكروب وهناك مسجون وهناك مغموم ولذلك إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاقت بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم أرى لانكشاف الضر نفعا ولا أجدى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك قوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات وإن توالت فموصول بها فرج قريب يقول عسى فرج يكون عسى نؤمل نفسنا بعسى فلا تجزع إذا لاقيت هما يقطع النفس فأقرب ما يكون العبد من فرج إذا يأس يا الله هل يأس حتى يقول حتى إذا استيأس الرسل الرابعة وهي الختام الرابعة أن تعين المحسن على إحسانه فأعين على المحسن والمحسنين وكن عونا لهم على طاعة الله وعلى ما يرضي الله وبالكلمة بالنصيحة بما تستطيع بالجاه أسأل الله يتقبل منهم منكم الله يجزاك خير يا شيخ جزاك الله خير يا شيخ بس ما رديت على شيخنا أول جدا نسيت جميل والله. أبد رديت والله أنا معذور أنتم معذورين وأقسم بالله يعني كرمكم وصل والله والله العظيم يا هذا المجلس أنه خير مما تقدموا لي بساط المحبة على مائدة الأخوة على مائدة الدعوة أنا والله مرتبط ومسافر وعندي مريض في المستشفى يا ابو علي انا طالبكم تعذروني اسمع مني وهذا والله كرم من ونعمه بالله احسنتم وانا احسب ان قد قلت لكم اول وقلت بالحديث بينسيكم لكن انتم اهل مبادئ نفيسه ومعاد النفيسه صلاه تقبل منه ومنكم ومن جميع المسلمين بسم الله والصلاه والسلام على امين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما من شيء الا عندنا خزائنه يا رب وننزله بقدر قدر معلوم هذا هو ما يخاف واحد
من أراد أن يحبه الناس في حديث معناه القدسي حديث من معناه القدسي قدسي إذا أردت أن يحبوك الناس خذها قاعدة ما هو نسمعها ونتركها الله نسمعها ونعيها نعم إذا أردت أن يحبوك الناس فازهد فيما عند الناس وإذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا ومع ذلك إذا فعلت علم الله ما في سيرتك تأتيك الدنيا راغمة لكن حنا نطالع في حسن وفي سليمان وفي شيوخنا وكذا والثاني ليش ما يكون عندي من كان عبد ما في يده كان أغنى الناس هذا شيء القصة بسيطة وأنا قد ذكرتها الرزق على الله ما هو على البشر الله أكبر هذا وعلى الكريم نعم هو كريم أكرم الأكرمين أكرمي والله من أكرم مني الله أكبر الله سبحانه وتعالى الله هو الكريم يقول من أكرم مني على العموم كان فيه الخطار اللي يروحون يجيبون التمر أو البر من الحجاز لكن حنا يا الحجاز نروح ندور التمر فجدت اللي رحمة الله عليها الله يرحمه آمين وهي أم أخوال اللي عبد الله بن علي رحمة الله عليه وصالح بن علي أولادها صغار ومبكرين قبل الفجر من القريه يبغون تباله يدوروا للتمر وعيالها كل شوية يمشوا شوية ويجلس واحد جوع الله أكبر يا أمي ما قدرنا نمشي قالت أصبروا كان بالمناسبة قدامهم قافلة جاية من تهامة وتعرف القافلة اللي طويلة جاية من تهامة يبغون التمر في تبال قاطرة جمال والصبح يا دوب يسفر الطريق كذا ويوم أخذوا لهم مجال كذا يعني بين أدمه وبين شواص ألا وتشوف ذيك الحاجة اللي مدورها طايحتنا على جنب الدرب ما هو بذل الطريق سيارة درب لا والله أنها طايحة وهي طالع فيها لها خبزة حقة جمر لا إله إلا الله جاهزة سبحان مجهزة سبحان طاحت من القافلة طاحت من القافلة والقافلة عند والقافلة رزقها ها الرزق أيها أيها تزع رزقك فين ومن اللي سب الأسباب لكن وهزي إليك بجذع النخلة هل اللي قادر أن بنفخة أجعلها عيسى عليه السلام في بطنها وأجعلها الرطب في وقت غير الرطب أليس بقادر الله سبحانه وتعالى أن ينزل في حجرها لكن السبب نعم سبب لما هنام فأخذت الخبزة وقسمت بين أولادها وأي خبزة تكفيهم 48 ساعة من اللي جابها سويت الله. في آخر الدنيا في تهامة سبحانه في آخر الدنيا وجابها الله معلم إنه قالها وطاحت من على الجمل غصبا عن الجمالة وعن غيره وطاحت وطاحت على جنب الطريق والأولاد يضايرون جوع ويبكون وما كانوا يمشون ولا تقدر تشلهم فالله سبحانه وتعالى اللي مسخر فلا أحد يزعل من الرزق لكن انت تعمل بما امر الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله نعم القناعه بالقليل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين احسنت هذا في ابو عبد الله لهنا الجميع احسنت اثنين اخوان من هال عنيزه احسنت في القصيم ها عنيزه واحد اسمه رجع ابن صلال واحد اسمه سيف ابن صلال هم من العبيات اخوان سيف يوم جت الهافات ومجت الهافات قام يشتغل يكد والله على ويدخل ف من منطقة لمنطقة ومن دولة لدولة ورجع بارا بوالديه كبار سن وتعبانين بارا بهم ولا يعصالهم شيء جاء الحج قال أبو الشيباني يا رجع نبيك تحججنا رجع معه موتر معه واخوه معه موتر بس اخوه رايحن ومشي ويوم جاء في الحج يا والله يجي خبر هو في الحج يجي خبر رسالة من واحد جاي من العراق قال معي قصيدة من اخوك وانا قابلت اخوك أخوك في مستشفى في العراق مكسورة الرجلة طاردينها الدوريات في العراق
ومطلقين عليها النار ومحرقين الموتر عليه منكسر وممسوك. هو كان يبزج وبريضين فيه بس بيعالجونه لأن يتزين أموره. بس هذا بعدين يودى للقضاء والحكم ومرسل لنا القصيدة. واللي والله أنه يشرح في القصيدة موقف اليوفي واللي صار بالضبط في القصيدة بالرمزيات وأن أخوك وانكسر جناحه وكذا وكذا وكذا. بعرف أنا القصيدة ماني بحضر سنة. أيوة قال أخوه لهله باقي لهم أيام مدري عادش باقي لهم الحملة مرتبطة وكذا. قال أنا بمشي. قالوا من تبي يرجعنا بعدين من؟ قال بوصي عليكم من يرجعكم وصلكم. أنا ما عاد أقدر أتأخر. وصل رجال أمرك وانطلق. ودخل طعمرك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. ويوم من جاء طعمرك جلس يعتبر المستشفى تابع للعسكر ولا الحراسات ومن حراسة. قاعد يدبر أموره تدريجيا لين دخل. ويوم جاء وشاف أخوه وله مهمل طبيا ما بذيك العناية ولا مرك الحين بسيطة بعد. لكن عاد في العراق وقت العراق كان فيه تقدم شوي. هو مع مبلغ من المال هو يجي الدكتور هو يتكلم مع الدكتور بلهجة العراقيين. قال أنا جايك من السعودية وجايب رسالة لك تخصك. وش الرسالة؟ قال مبلغ من المال. وش هو له؟ قال يقولون أهل هالمريض هذا شف دكتورة طبيب المعالجة وعطه علشان يزيد الاهتمام في ولدنا. ومبلغه قدر مجرد بس انك تهتم في ولدهم تعتني به. ولا ويوعدون يقولون ان شاء الله اذا تحسن وضعه وطاب برضه عندهم مكافات ثانية. واخذ الدكتور بدأ واهتم في المريض. هو جلس طعمك يروح ويجي ويراقب تعرف عرف متى يريحون الدكاترة متى يتغدون ومتى يجون من هنا ومتى الحراس ومتى الأمور هذه كلها. وأخوه بدأت تحسن أموره وتزين أموره بدأت رجله الطيب تدريجيا وزانت صحته واهتم فيها الدكتور زيادة من أول مهملين لأنهم يعتبرونهم عندهم هناك مجرمين يعني مسوي لهم خطأ عدو. أي مسوي لهم خطأ ما فيها جدال. هم ما جو كذا وجاينا على الخطأ. أما عملية تهريب ولا عملية شيك الحين دخل بدون إذن. أي يعني ودخل. المهم الرجال الله يقوم الرجال يوم ضبط الوضع كله ورتب أموره جاب له معها ريجي من هناك كل الأمور رتبها ترتيب جيد. طب ذكي أخوه ذكي قال بيكم تشغلون الحراس تهرجون عليهم وتسولفون عليهم في الفترة اللي الدكاترة يتغدون فيها علشان نتيح لي الفرصة أطلع أهرب أهرب. بس شغلوهم هالكلام يقول اللي يسولف واللي يعلق واللي يسوي واللي والمهم العسكر وأنا بطلع من الجهة الثانية بس أمنوا أني ولا طعمكم ينفذون الخطة مثل ما قال. ويلقط أخوه على ظهره أخوه ما يقدر مكسور ما يقدر وموتر ما هو بعيد. يلقط أخوه على ظهره وعلى الموترة على السعودية. الحمد لله عودة حميدة والقرارة نافعة. عيالهم يقولوا موجودين لحد الآن. أبو سليمان نبغى نغير المود بشعر نبغى مسيرة. يا رجال الرجال هذا طال عمرك غايبة من الشر قدموا له الربع عزومة وتراها اعتذر ولا زلنا طال عمرك أنت يا من ضيفنا قدم له الربع. أنا والله ما أبغى يوافق لكم لأني بروح لجدة ولا أبغاكم تأكلون لي وأنا في جدة. يقعد الشيخ وأنا أمون على الشيخ حسن إلى ناجي من جدة وهو من أهل الديرة ومقيم وتبقى معلقة مع المرقة معام. يعني يا مسلمان تبوني اروح الجدة وتقول انت تكون اللعب؟ لا والله يا ابو عبد الله والله ان جلوسكم او يا فرعون او يا حسن او يا حسن او يا فرعون تقريبا النار. اسمع مني والله هذا المجلس انه اعظم تواضع واعظم ما تكرمون به والله اعظم ما تكرمون به. وانت تعرف غلطك عندنا لا والله تبغى لي وهم يفعلون وانت تستاهل. انا قلت انتم على ثغر وربما كلمة يعني يكتب الله لك بها رضاه ليوم القيامة. نسأل الله القبول وان يجعلنا ممن
من اخلص من اخلص آمين يا ومن اوجه من توجه لي اضرم سيره يا طويل العمر تامر تسلم يا لا 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 طيب طيب يا ابو سليمان طول عمرك بسم الله لا اله الا الله ومحمد رسولنا مرزوق ترك بعد بتعطينا مسيره من يرى ويسمع دبيب النمل في ليل الظلام حالك ويرى مجرى دماها بين هذيك العروق النحلي طيب يا أخي رب ثبتنا على طاعتك وتسمح دروبنا يا رب يلا انت احفظ ملكنا وشعبنا والديم عز بلادي واسعد آل سعود يا رحمن ميتهم وحيهم واسعد آل سعود يا رحمن ميتهم وحيهم طيب طيب قالوا ليش انك حزين على الزمان الماضي ومن حاس قدامهم أمرنا لله من أمراض انتفشت ذا الزمن في الناس الله حار فيها الطب وتروعك يوم تسمع بها واسماها أذهلتنا ولا سمعنا مثلها في وقتنا اللي فات أذهلتنا ولا سمعنا مثلها في وقتنا اللي فات قالوا ليش انك حزين على الزمان الماضي ومنحاس والتمسك بالتراث المنتهي وتحب له تحن له وتحبه الله والتمشى في البداوة تركب جمال وترى اشياء والتمشى في البداوة تركب جمال وترى اشياء والبشر حلت على سطح القمر وين انت يا ابن حمودة والبشر حلت على سطح القمر وين انت يا ابن حمودة والتقدم والحضارة في زمن الحاضر وتقنية والبدو ما عاد يرعون الغنم إلا بجوالات الله أكبر والذي يسكن في القرية يقول ودي لي رحت المسيد أركب التفريق ورجال يسمون العاريك طرطة والمرة تبغى جميع أعمال منزلها على الانترنت والمرة تبغى جميع أعمال منزلها على الانترنت عن بعد والكدش والجنزة والبرمودة ما كان الثوب والدسمال واغلب القصة غراب القصات والموضات وش يمان بينذكرها والله اللي دارين يا وش يجي في مقبل الأيام والله اللي دارين يا وش يجي في مقبل الأيام قلت هذه رغبتي والمطلق شرواكم يا كم مطلق قد عاش فيه التقدم زين واللي ما معه ماضي فلا لا حاضر والون عمن وفاقه ربي ونسق بين هذا وذاك هذا موجز علمانا واخبارنا يلي تريد اعلامي الله يسعدنا ويسعدكم في الدنيا والآخرة والله يسعدنا ويسعدكم في الدنيا والآخرة بيض الله وجهك يا أبو سليمان هذه معلقتنا على مستوى طيب يا أبو سليمان أنت لا تحسب أنك مغير أنت اللي تعرف يجيب المسيرات حبيبي عندنا الأخ مرزوق مجهز لنا مسيرة شعبية جنوبية نجدية مختلطة والله كم تفضل أبو تخيل دام فضلكم يا اسمع أنا بعد كيرت أبو سليمان أبو عبد الله ولا موت للحاضرين ما عاد أقدر لكن أنا بعطيكم قصايد أي شيء مقول هل يا أبو والتالي نبغى مسيرة هي. المسيرة والله حزنت من قصة حزين ما بيحزن لا حد بياكل شيء
هذه يطلق عليها شعلة أغنية. شعلة أغنية؟ كيف يعني شعلة أغنية؟ خلاص عطنا عطنا من الرصيد واختار ما شئت. أنا والله ما عندي بس واختار ما شئت وافعل ما شئت. يقول طال عمرك كان حبيب عبد الله من غيرك يقول لا خير في الدنيا ولا من جماعها إلا أن يعود فوبها للجماعة ولا لها الهجن أنت خافها قنت ساعها لا جات من جو أنت عاوى أسباعه يا البيض يا الإضاف يا تنقنعها لا تعشقين إلا صبي الشجاع مثلكم الشرواق يا البيض يا الإضاف يا تنقنعها لا تعشقين إلا صبي الشجاع فإن الرجي ما ينفع اللي نفعها لو كان ما تأخذ معه كود ربع ساعة يا سلام فإن كان واحدة في القهوة في شبة الناس ما سلم ما قالت يمين يقول يا ما حرى شبانها عقب النعاس شبانها واهل الشقا ملتهين ولا يقلط عندها كل بعبات يحط فواجه عندها لا تشيني بريت تشكي على كل حمات والنحر قد تشكي على الطيبيني انت وشرواك الله الله هذا ما يحضرني ابو عاد كملت على كل حال ابو عاد ما قصرت مع انك انت قلت ميدي عندك مسيره الله لا ما ادري دليت ما ادري هي ما زبطت يمكن لا والله بعد باقي عليها كميله باقي عليها كميله يعني آمن. تكملها ان شاء الله في الحلقه الثانيه الله خشم لا تعلموني لا قلت تبوني بكره اجي مسيره علموني اليوم انت بكره بجي بالليل ادرس انت بكره بتجيب كل المسيرات عشان ما فيها انا رحلتكم ان شاء الله يا احمد الحمري باشوف الله يحفظ اسمع خله يجي بكره ويطبق ويعيد هاي اذا جيت هو يستغل الفرص ابو عبد الله احترام وتقدير لك حاضر وغايب اما راح انهي الكنترول على غر من الرئيس ونائب الرئيس ايش رايك ايش رايك يعني هذه تدق في انت الرئيس انت الرئيس هذه يعني تخل بالرئاسه لا شوف هذا المخرج يقول يا اخي انت ايش تبغى من ذا الكل بيد الحميد والله يعرف ان يقدمون ولا شيء دخل ذا يقول شفت خلوني اقدم انا شوف حتى لبسي من يوري المخرج ابو عبد الله المخرج ما يعرف الكلام قال اقول لك يلا امشي بس يا اخي يا اخي واحد في الكنترول ترى ما هو المخرج قال لي هرجه يعني ولا ودي اقول هو يسمع وين يقول شفت الاحمري هذا يقول هو خرطي انا قلتها مره ولا مثل ما ناوي بكره يا ابو عبد الله يحط سفري يا ابو عبد الله والله انا من اليوم تعرفون عما سلف عنه ما تربط انت الحين انت الحين انت الحين دور من يعفيك انت والله انا طلب فيك الحين انا معك بس يا ابو عبد الله انا معك نعم يا عندي طلب باسمك واسم اخوي انا نطلب الشيخ يجي نضيف ثاني مره لأن هذا نور في المنكب الله ينور والله ما نقدر والله والله ما نقدر والله ثم والله ثم والله انها جتني العبره واني ذكرت مشتاق لله يجعل اخر العمر في طاعته طيب صلى الله عليه الله كريم احنا بنوافق على طلبك هذا بشرط انك طال عمرك تعشين هذاك الليل عندك تعشي الشيخ هذا في بيتك انت الكريم ما دامك حبيته لو سمحت يا شيخ ما دامك حبيته تعشي الشيخ في بيتك على دسم وعلى شحم حنا معه هم بشر اليوم الثاني ان نجي كل بونا هنيا انا والخمسه ذولا هم نقول كذا ما نقول كلمه نخليك انت وياه شيوخ الحلقه وانت اخطيت يا رجال ما اخطيت موافقين اخويا انا في المحل ها هذه والله انا ذمينة ونهزيدني ايوه لكن انا وعائلتي ذا الحين مشغول احسنت زوجتي تروح تجيب يوم تنقز علينا تجيب الملاحق وتحارب يوم تنقز علينا وانا اجيب المكرونه والشوربه يوم تنقز علينا يعزمون الرجال في محلاتهم وانت كل شوي ناقز اللي جانا ضيف يعني تبي تاخذ به يعني مدحه اضربكم الضيف ذا يجينا في البرنامج يا اخي ما يضرب يبغى شحم اول شيء الوقت اللي انا بوعدهم ترى انا بكون صايم انا جايك ولا انا مفطر اي في الليل يا شيخ ما حد يصوم في الليل حتى في الليل يبا عكسها علشان بتعكسها يا شيخ ادينا حمي 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 اقول حمي ايوه الله يجزي الشيخ عايد الخير ويجزي الشيخ ابشر بالخير اللي تبون على خشم وانا بدل ما اشتكي من بيتي شوفوا اليوم بيجي فيه اللي تبون يا اخويا وفطر لا لا ما نبغى هنا الا ما نبغى نبغى صراحه ملينا ما تراك ابو عبد الله على شرف شفر ولا له داعي تحقد الناس وتجعل حولي خطر اتق الله صبر 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 ماليا الله يوفق الجميع الله يوفق تفضل يا ابو صالح تفضل يقول راعي الحساني ما ينزل سيار راعي الحساني ما ينزل سيار ورعى الصحة حبله طويل الرهاوي يا سلام يا ما على الجاهل يفوتنا الافوات ويا ما على العاقل تصير البلاء ابو انت تقول اللهم حوالينا ولا علينا ان شاء الله رب العالمين
دائما اللهم حول ولا علينا. يا ما شاء الله. عساك بالرياض يا شيخ حسن؟ لا والله هذا اليومين ان شاء الله. الا ما انت مساك بالرياض؟ لا والله انا في جازان في الجبل لان عندي الوالده. لا لا بني مالك فوق والله حتى الجنوب رجال على مستوى. رفضت الوالده ما تنزل وهي سبب بركه نسال الله يشفيها ويسعدها والدينا ووالديكم ويغفر الاحياء والاموات. امين امين. توكلها سلامنا والله يشفيها الله يسعدها. امين وصل سلامكم. وان شاء الله انت تتوسط عند ابو عبد الله. اي اي قول له قول له تم مصادي لي قبل نجي. لا دي عشان يفتح مشكله. اول شيء قلنا يا شيخ الحين باقي معنا اسبوع وبعد الاسبوع ذا معطلين كلنا حتى هو معطل. هذا بعد رمضان. هذا بعد رمضان احنا بعد رمضان عندنا خطه برامجيه جديده السنه الجديده ما ندري يرد معنا ولا لا. ذا الحين لك الله ما بقى اعتمدنا اسم. رمضان كله معطيك اجازه كله ما يعني حسب الاخبار الاخيره. رمضان ما في شيء. رمضان هو شهر عباده يا ابو عبد الله. وبعد العيد في بعض الناس قد كتبنا اسمه بالقلم. يا سلام. وفي بعض الاعضاء قد استبعدنا اسمه بالمرسمه. اسمه ممكن نمسح عشان تمسح. الله يوفقك. الله يطول اعماركم. ابو صالح اعطنا سالفه. هلا والله يا اخواني. الحقيقه الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين مثل ما قال شيخنا حسن الله يجزاه خير. الله يكتب اجر الشيخ حسن. الله يكتب اجر. اللي من القلب علوم زينه والله كلها والله. واللي من اللسان ونعم. حصل بعض الناس ما تعدل اذا لا اله الا الله. فهنيئ لك يا اخوان حسن ما شاء الله. والاستمرار هذا تراه ينفع. الله ينفع. ينفع مثل الربيع اللي مثلا الله يرزقه بالغير. الله اكبر. يذكر فيه شابين اثنين واحد عاقل واحد فيه رجه ومرجوج واموره يعني ما ترضي. متخيل ها؟ لا والله. انا ودي اقول محمد معلومه زينه وتراه بعكس ذلك. الله يطول عمرك. طيب وكريم والله اكرم الاكرمين. الله يكرمك. الله يبارك ابو صالح. اي والله انا وابو انا وابو سليمان وابو علي وابو عبد الرحمن نقول الله يكفيك شر الشهادات اللي تصرفها البودخي. يعني يستاهل هو. نقول الله يكفيك شره. يستاهل. بالعكس الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا ابو صالح. وانا في صفك الاخ وانا احس يعني عندي معنويه زياده بوجود وجودكم. لكن احسن حاجه من انا معك ابو صالح. اول شيء الشيخ هذا عجبنا كلامه وعجبنا منطقه وهو من رجال ونعم. وقد اتفقت انا والرئيس حقي ابو سليمان ان نستضيفه مره ثانيه. بعد ما شفنا اندفاع معك حنا نعتذر منه. لا بس انا عجبني بحاجه يا شيخ. شوف اليوم ما جاني برد مثلا. يوم يقول بيجي كذا يجيني دفاء دفاء. يا شيخ ايش اللي قرنا احنا؟ اذا طلع جانا اسمع اذا طلع يجينا بالله يقول والله هذه السد. ايش اللي يضغطنا يا شيخ؟ والله هذه السدكم. ايوه هذا السدكم. شو الله ابو فلك هذه السدكم والله. خلنا نجيب لك. لا تعال تعال خلنا نجيب لك. يلا يلا يقول برك. ايوه ايوه هذا الاثنين. او يا حسن او يا حسن او يا حسن او يا حسن هذا الاثنين. او يا مصطفى او يا مرزوق هذا الاثنين زملاء. الله يرفع قدرك. يداوموا لهم دائره ودائما يجون مع الخط السليم. العاقل وال هذا واحد عاقل ومدين وهذا واحد مرجوج لكن جعل الله ان عملهم واحد ويتخون وكل اسبوع على واحد. جاء اسبوع على المرجوج ورتب هو وياه وتوكل على الله وراحوا يم اقبلوا على الدا على شو اسمه الدائره اللي هم يداومون بها الدائري. اي يقول له هم جايين على الدائري. والله لا ابو سليمان وابو علي الشمراني. هذا امس 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 خليك من السالفه. والله العظيم بس احنا عرفناكم اثنين بس عاد نبي نعرف من المرجوج ومن الصالح. خلوا يكمل. هاي ابو علي خلوا يكمل. هذه سالفه ضايع عليهم لكن قد يكون لا لا هذه السالفه من كمل كمل متخيل شفتوه. لا تظنون الله يا ابو صالح كمل وبلع. لا لا تظنون الله انت على نيتك. يا ابو صالح على نيتك. خلي اجيب حلقوا حادث هم جايين. والله اي والله لقوا واحد وديت هذا الخبل. هذا جينا على الدائري واحد مجروح واحد مجروح هذا خبل. هذا الخبل هذا الخبل هذا الخبل والمجنون منو؟ انا لا لا هذه هذه امام خبزي. طيب هم على نيتك وهم عليك. اي بالله الله الله يجزاك خير. وهم على نيتك. احنا بخصم خصم اخويانا. سامحني يا اخوي سامحني يا اخوي سامحني. واحد خبل اي على النايم واحد خبل. يا ابو صالح يا ابو صالح هلا.
لا تميل على نيتهم، خليك على نيتك، 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 خليك اصلا ما في اخويانا حد يداوم يوميا مع الدايري الا اثنين، ما في احد يدفع على البلا وانطبقت واحد انطبقت محيي والله يا ابو صالح اليوم من اختمها مكرمين مكرمين خليك 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 الله يجزاكم خير ضحكتونا تسامح وتسامح اعطيني الخبر شباب هذا شياب ما تنطبق عليهم يا ايوه فرق واجد امشي 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 يا ابو صالح على نيتك معاكم جو الشباب اسلم ابو صالح دول اللي قاعد يوم مع الدايري لو حادث قدام ولو حادث امسك قدام يا دفع البلاء هذول شباب وهذول شياب ايوه يا ابو صالح انا معك كمل كمل الله يجزاك خير يا ابو حسن والله علومك طيبه كمل الله يرفع قدرك وطيبنا وعلمك طيب الله يرفع قدرك هذا ولا جو اثنين وصار السنه على الملقوف ذا على هالملقوف ابن حلال يقول المهم انهم مشوا مع الشارع العام ما ادري عاد هو الدائري ولا غيره يقول لا في حديقه بجنب الخط هذا يقول له والله يوم طلع هك القطو قطو ضعيف طلع منه ولكن دخل بالخط العام قال المرجوج هذا والله انا لاطه هذا القطو القطو ذا لا يوم يطلع من الحديقه ويتعرض السيارات والله هذه حركات ابو علي ملقوفه والله اني طرد رصاص في الحلقه انا ما شفنا احد دفع البلاء ابو علي دفع شياب هذول الشباب هذول شياب راح عطره الخبر وش سوى؟ الخبر هو زين ما عرف مرجوج مرجوج ما هو خبر ايوه المرجوج يلا انا لله وانا اليه ما عرف كفري الحلقه ليش خلص بالسالفه؟ الخبر ايش سوى؟ ما هو خبر مرجوج ومقلوب قام وصدم القطو ترى صحيح يا اخوان هذا ابو علي والله يوم انه صدم القطو اعطوه فرصه يكمل يوم انه صدم القطو والقطو ما ادري والله انكسرت رجيلته لكنه دخل بالحديقه قال خليه هو اللي قال العاقل يا اخوي وش ما مقطع علينا قال مقطع علينا وهو قاطعنا على نسيت لا 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 ما يصير ما يصير المهم راحوا ويوم من هذا ويجي مره ثانيه مع الخط ايوه هو اللي سوق المرجوج هذا المرجوج اللي الثاني الثاني لا لا هو العاقل معه يقول يوم انه وصل وقال عاد المرجوج شف هذا هي المحل اللي انصدمت به البس القطو هذا البس وكسرت رجله يقول له والله يوم حد الكفرات قال طع يقول له والله يا اخواني يا القصه صحيح يقول له والله انه محل البس اللي هو صدمه اللي كسر رجله يقول قال لا حول ولا قوه مصيفين على الدوام يا خوي وش الحل؟ قال الحل عنده قال ما فيها العفريت ارفع بالعفريته وانا بنزلها الاستبنه علشان يركبها يقول رفع انت يا العاقل هذا يقول السياره وجاب هذا على طول جاب الاستبنه يوم نزلها وكانه ما رضي على العفريته انها مرفوعه ما ضبط اي قام الرجال ما ادري وحرك العفريته يقول له والله يوم طاح الشاصي عليه يقول له والله انه على يديه لا اله الا الله محل القطوة اللي هو صدمه سبحان الله وهذاك يقوم يصيح انت المقروذ ذا وهو يقوم يجره برجليه يا رجال يا رجال وقف السيد وقف الله يدفع البلاء يقوم يجر الرجال الملقوف ذا برجليه يقول والرجال يقوم يصيح قال هذا ذنبك امس يوم انك تصدم القطو والله انه عقوبت لك سبقها الله سبحانه وتعالى ولكن تب لله سبحانه وتعالى ترك اخطيت عليه هذا قطو في ارض الله وتروح قال والله انا بس اني نقدت عليه يوم انه دخل علينا الحقيقه لكن انا تائب لله سبحانه وتعالى وبستكفى طلعني يقول هذاك ركب العفريته يقول حدر شو اسمه الشاص يقول وارتفع قال يديك سالمه قال اي والله سالمه لكن والله اني ما اقدر الاصابع متكسره الله والله يا اخواني انه علمنا بها واحد الرجال قال والله ان هذه عقوبة صدق صدق يقول محل القطوة اللي يصدمه اللي كسر رجله قالوا هذا الله سباق لك انه يمكن نتاع وسلامة الجميع ما نطول عليه هذا موجود يا ابو صالح نعم. سالفة حقيقية وعليها شهود اي سبحان الله وفي الحديث المرأة التي دخلت النار بسبب قطة حبستها لا فكتها تاكل من خشاش الارض الله اكبر ولا اعطتها عيشة فكل كبد رطبه فيها صدقه وعكس ذلك ايضا اثم لمن يؤذيها ولدخلت الجنه ولدخلت الجنه بسبب كلب
وهي بغي من بني اسرائيل بغي بغي يعني نسال الله العافيه الله يكرمكم الملائكه والسته جاءت من الهيال هذا خذت خفها ولا خذت ما ادري ايش معها احذاها معبته ما وسته الكلب الله يكرمه فرحمها الله ودخل الجنه فعلا حتى الاخوان اللي يؤذي الحيوانات على بيته ما يجي يا اخواني اشوف بعض الناس حتى سبحان الله عنده دين واشوف بعض الفتاوي والله بعض الناس مع بعض الحيوانات والحشرات منها اذى لكن من ادبه من خوفه من الله القاه يستفتي بعض المشايخ يقول ايش رايك عندنا نمل لا نحرقه عندنا كلاب تزعجني عند الغنم نقتلها نحط يجوز نحط لها سم في اللحم عندنا والله انهم يستفتون فيها هذا دليل على ايش؟ انفس هذا دليل على حرصهم حتى على الحيوانات يا اخوان الحيوان لا ما يحب الله والله يا ابو عبد الله الله يهون السامع اني حضرت عند الطفل واعرف الحوش هذا اللي دخل فيه دخل ياخذ عنب اخضر قالوا خذ فلقي لها نمله من اللي لها اخرها دائما سريعه الحركه اللي يسمونها لا الثانيه الطويله اللي تسري الطويله تطلع رمل دائما كذا عفاز ما ادري ايش يسمونها عفاز اي اسمها عفاز ايوه وهو السكين اللي قطع بها شو اسمه العنب الاخضر وابوه اللي ارسله علمني انا حصل هذا ويجي عنده يقول هذا فيه دم ويقطعه وهذا فيه دم ايوه اثنين قطعها ويوم صليت بالجماعه حولهم في المسجد لو قلت تكفى تعال تعال شوف لنا الولد ما ادري ايش فيه يمكن يجن هذا ولا ايش قام يصيح يمكن جيت انا قلت اجرب اقرا عليه لا يقول لا تقرب منه يتكلم شيء اقل منه واكبر عليه على الولد على الولد قلت خير ان شاء الله قال قتل عيال اختي قتل يس بسال عنها امام الله يوم القيامه لا اله الا قال قتل عيال اختي لا اله اي قلت كيف؟ قال في الحوش اللي اللي, اللي قدامكم كيف قتلهم؟ كيف انا انت ما دريت عن قصه العفاز ايوه بس بس الحوش ده عندي انا مفتاحها انا ايه اهله ما هم موجودين وامر عليه بعد كل فتره ايه في حول والله ما رحت هناك الا بامر على قال لا قتل عيال اختي، كيف قتل عيال اختك؟ كيف ايش عيال اختك؟ قال هذا لا عيال اختي قتلهم يقول يطلع دم، ملام قام يصيح والله لا قتله. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، المهم ان عاد عرفنا انه ملبوس وكيف الطريقه وكيف وين وديته؟ قال وديناها يجيب لنا عنب من هنا. لا حول اي والله شوف عاود يعني حقيقه الله حبه اعاننا الله واستفزعت بعد الله سبحانه وتعالى بواحد هنا وعود قلت طيب ليش ما تتركها؟ وش قال نمل. كيف نمل؟ أنا والله غريبة علي. قال لا النمل والبس لا يعتدون علينا ولا أي شيء ما يذيهم لا يجونا إحنا هذا لا يتظاهرون بمظاهرهم نعم هم أكيد وليش وليش يجينا في ذاك الحوش ويطلع من فوق الجدار ويقتل ما ربكم قريتوا عليه أيوه طلع الحمد لله طلع الحمد لله فهسه أقول لك يعني هو عاد من هذا قال شوف أنا بفك على الحاج واحدة قلت طيب قلت أول شيء تسلم أسلم الحمد لله لكن قال طيب انا اودي رساله قلت نعم قال شباب الانس يذون يحذفون ان شافوا حمار عزكم الله شافوا كلاب شافوا قطط شافوا كذا اكثرهم يحذفون ترى يا اخي وش لكم داعي فيها لا اذتكم ولا شيء دعوها في ارض الله يا الله والله أم بسأل أمام الله في يا أخي بعض الناس في الديبان اللي مأمور بقتلها ما يقتلها يقول مذتني يسمي يقرأ قرآن ولا يسمي تروح عنه بالضبط ولو استعذت بالله تروح فلذلك قال لي لا يتقربونها إلا المودي فإذا أذينا فبكيفكم لكن هذه رسالة وصلت الرسالة قلت وصلت سلام عليكم يا أخي الله عدل ما يرضى لا على الحيوان ولا على الجن ولا الإنس الله عدل جل وعلا يوم القيامة يقول لك ينصف الجمام من القرنة فما بالك خل إنها انطحته خل عاد هذا أنا أعرف رجال وراح البيشة وصخني يمكن جلس يتعالج ظني 4 أشهر يا مسلم عاد بعدين فسأله جهازي النفسي قال والله إني ما أذكر جاني شيء الا تسلبن صدمته وانا رايح للديره. شوف الله سلبن وطيته بالسياره. لو نشم ما قد يكون من يوم وطيت هذاك السلب وانا ماني مضبوط. الله المستعان. جاء حتى زي النفسيه وجاء كذا وقعد مصطك في بيته وقعد وسوس وبغى ينجن، انجن الا شيء. كثير. تفضل يا ابو سليمان. والله يكفينا وانتم، تفضل ابو علي. لان الاشياء هذه اللي نسمعها من قديم وفيه روايات وفيها يعني كلام يقال يعني اكثر من كذا واقل. فانا ابغى اسال الشيخ الله يحفظه. يعني مثل ما نسمع الان قالوا ان طلع عمرك ان انه يتكلم عن من عن الانسان يعني لبس ولا كذا ولا هذا مثل الاشياء هذا يعني
واحد من حوالينا هناك في المنطقة ترى يتصور يقال اي والله يقال انه طال عمرك شفته راح يترفد عند البدو واعطاه واحد طال عمرك رفده قال هذه ان شاء الله تربى وتكون ايش منيحة لعيالك طبعا هو عند اكرمكم الله يعني يراكب حمار اخذ الرخل هذه فيه يعني قالوا هذا والله اعلم عن مداه لكن الرجال هذا قال وانا اسمع الله يعفو عنه يقول اخذ فتره طال عمرك يوم جاء هذا كانها طال عمرك الشاه بالت عليه اكرمكم الله واكرم الله المجلس يعني تكلم كلمه طال عمرك كان هذا قالت والله انت رجعني محل ما اخذت الشاه طيب الشاه فما ادري يا اخي عمد الكلام هذا هل هو صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واني لاعلم حجرا في مكه يسلم عليه بالنبوه السلام عليكم يا رسول والله اذا انطق شيء قد يمكن تستطيع والذيب اللي يتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم لا هو قصد التلبس يا شيخ تلبس حاصل تلبس, إيه تلبس. نعم التلبس نعم الحيوانات تلبس هالجان في نهي عن القطة السوداء والكلب نعم 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 وأيضا إن يجري من البلاد مجرى الدم الشيطان والجان لا شك أنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين عورة ابن آدم والجن حتى إذا فسخ الإنسان لباسه الجن تضره بسم الله ستر ما بين عورة ابن آدم والجان بسم الله بسم الله بسم الله على كل شيء يفسق يدخل الدورة المياه يخرج يذكر الله بسم الله بسم الله وهذا حصن ويسير وسهل أما الجان هذا متمكن من الإنسان بقدرة لا يعلمه إلا الله إنه يراكم هو قرينه من حيث لا ترونه إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يعلمون لا يؤمنون إيه نعم هو ثابت التلبس ثابت الحقيقة آه. الحلقة عدت سريعا الله أكبر والآن مضينا أكثر من ساعتين الله أكبر وكان بدايتها ساعة جميلة مع شيخنا الله يكتب أجره ثم هذا الحديث الجميل اللي أمتعتونا بها والحقيقة أن ما ودنا والله من حسن كلام الشيخ وبيان أن نودعه لكن عاد الوقت أزف والحلقة انتهت ونحن في برنامجكم بيت الحكمة ما انتهينا نحن معكم إن شاء الله دائما وكل يوم ونحاول أن نقدم ما يرضي الله ثم ما ينفعكم لكن قبل أن ننتقل للصلاة ودنا أن نودع ضيفنا العزيز وأن نشكره ونقول بيض الله وجهك وأودعكم برضه أنا حتى أنا بطلع مع الشيخ لأن عندي سفر الآن رحلة وبعد الصلاة إن شاء الله بيواصل معكم أخوي العزيز أبو سليمان وأخوياه وبكرة أيضا في نفس الموعد ويوم السبت إن شاء الله لا تنسون عندنا حفل كبير بمناسبة يوم التأسيس وأنا والله حتى اليوم طلعت ودخلت كل التنسيقات مع فرق ومع ناس ومع شخصيات نبغاهم يحضرون معنا بإذن الله تعالى وبإذن الله أنكم ترون ما يسركم وأسأل الله العظيم أن يدم علينا ما نحن فيه من إسلام ومن إيمان ومن أمن وأمان ومن هذه الدولة وولاة الأمر والعلماء والمجتمع إن الله لا يغير علينا ولا عليكم أسأل الله العظيم من يريد شر بنا ولا بدولتنا ولا بديننا ولا بمجتمعنا إن الله يجعل تدبيره تدمير له وإن الله يجعل تخطيطه في نحره ويكفينا شره وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار الله طارق يطرق بخير نشكرك شيخ حسن باسمي باسم أخوياي ونقول بيض الله وجهك وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك آمين يا رب وأنا أشكركم وأكرك الشكر وتقديري وأسأل الله يجمعنا على الخير وينفع بكم ويفتح علينا وعليكم وأن يحفظ أمننا واستقرارنا ويصلح ولاة أمورنا وعلمائنا اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقه ورعاه برعايته اللهم احفظه بالإسلام واحفظ الإسلام به وانصره بالإسلام وانصر الإسلام به وعزه بالإسلام وعز الإسلام به اللهم وفق ولي عهدي الأمين وفق بلادنا أمن ولاة أمورنا وعلمائنا وفقنا رعاتنا ورعية واجمع شملنا بالكتاب والسنة اللهم ولي على أمتي خيارها من علمائها وخيارها من أمرائها اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عبد الصالح أسعدتمنا وشرفنا أبو عبد الله الشيخ الله يرفع قدرك ونراكم عن بعد واليوم عن قرب الله يرفع قدرك نعم. وأسأل الله لا يرنا وياكم مكروها إننا نحبك ونحب جماعتك قبائلك بني مالك وقبائل الحد الجنوبي وأنتم قبائل وحنا نفتخر بكم ومن معاد النفيسة ولا عليكم ونعم. إذا كان ما عندك مانع يا شيخ لكن إذا ما عندك ارتباط فتبخل صلى معنا الظهر صلب الأخوان الظهر وبرضه تنتقل معهم في الوقف باقي معهم فقره في الوقف ربع ساعه وبعدها توعدهم اذا امكن معك اذا انا والله عندي في المجد تسجيل الساعه 3 يمديك ان شاء الله لاني رايح هناك لا يمديك ان شاء الله وارجع لان ترى من هنا لهناك 40 كيلو انا اجي من السليماني مع المستشفى العسكري والله ما يبغى لك ساعه صراحه اذا بيض الله وجهك شكرا على حضورك شكرا على تواجدك معنا والله يرفع منك يعطيك العافيه شكرا لكم انتم خلف الشاشات ونلتقي بكم ان شاء الله بعد الصلاه نلتقي بكم اخوي ابو سليمان واخوياه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام شاشة بداية يا مرحبا واهلا
عبر شاشة بداية في بيت للحكمة للأحلام تحقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال: تصدق ولم يشك تمر. وقال الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عندكم جمعية العروة الخيرية وقف الرحمة تدعوكم إلى التبرع بما تجود في أنفسكم. فوالله لن يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. إذا تبغى النجاح وتبغى التوفيق وتبغى السعادة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بالتبرع بما تجود في نفسك. ندعوك إلى خير أمامكم، فلا تبخل على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك. جمعية عروة الخيرية وقف الرحمة، هذه الجمعية متخصصة في الأيتام، على جزء من غالي من أبنائنا وأبناء وطننا، هم في حاجة ماسة إلى فزعتكم. وإذا ما فزعنا لهم وقمنا معهم ينتظرون مين؟ تكفون يا أخواننا ويا أحبابنا ويا بناتنا ويا أولادنا ويا كل من يحب عمل الخير. هذا عمل خير إن شاء الله تلقونه سعادته في الدنيا ويبقى لكم إن شاء الله إلى أن تقوم القيامة. أنا أوصيكم وأوصي نفسي والمسألة يا طوال العمار بقدر ما تستطيع، ولكن يقول اليد العليا خير من اليد السفلى.